لنأخذ أمثلة أخرى على معادلة الغاز المثالي، لدينا الضغط ضرب الحجم يساوي عدد الجزيئات في المول ضرب ثابت الغاز المثالي ضرب درجة الحرارة في الكلفن. وبعض الناس يقولون أن كل شيء في المعادلة هو منطقي ما عدا الثابت R، فهو يبدو وكأنه شيء غامض اختلط بين جميع المتغيرات المنطقية. إذا هذا بالنسبة إليهم شيء غير منطقي. طبعا الضغط ضرب الحجم يساوي R N T، وأكتب هذا لأفصل. أنا فصلت اللا منطقي على حد تعبير البعض عن المنطقي في المعادلة، وقمت بذلك لأظهر أن الضغط ضرب الحجم يتناسبان طرديا مع الطاقة الكلية في النظام، طبعا وهي تساوي درجة الحرارة ضرب عدد درجة الحرارة ضرب عدد الجزيئات. نعم، R هي ثابت الغاز المثالي. نعم، وعند ضرب مول في الكلفن نحصل على مول كلفن، والضغط ضرب الحجم هي القوة على المساحة ضرب الحجم، طبعا نحصل على القوة ضرب المسافة أو القوة ضرب المسافة في بعد واحد وهي الجول، طبعا إذا هذا كله في الجول. إذا ما الذي يفعله ثابت الغاز المثالي هنا؟ نعلم أن الحجم ضرب الضغط تناسبان مع عدد المولات ضرب درجة الحرارة، لكن يوضع الثابت هنا لزيادة الدقة في التناسب، وأيضا يجعل من المؤكد حصولنا على وحدات صحيحة. وهذا كل شيء، إنه فقط يساعدكم للتحويل من عالم يتعامل مع المولات والكلفن إلى عالم يتعامل مع الضغط الجوي واللترات أو البار والمتر المكعب أو الكيلو باسكال والمتر المكعب. نعم، رائع. طبعا وحدات الضغط الجوي والحجم توجد في جدول يوضح العلاقة فيما بينها. إذا ثابت الغاز المثالي هو فقط يساعدنا بالتعامل مع الوحدات. الآن لنأخذ مسائل أخرى. لنفرض أننا نريد أن نعرف مثلا كم عدد غرامات الأكسجين، دعوا لي أكتب هنا كم عدد غرامات الأكسجين التي توجد في وعاء بحجم 300 ملي لتر. انتبهوا الحجم هنا بالمليلتر. إذا كان الضغط الجوي يساوي 12 ضغط جوي ودرجة الحرارة هي 10 درجة مئوية. نعم، طبعا سنتعامل مع معادلة الغاز المثالي هذه هنا. إذا لنرى الضغط الجوي هو الضغط هو 12 ضغط جوي. إذا 12 ضغط جوي ضرب الحجم، الحجم يكون في اللترات، إذا 300 مليلتر نقسمها على 1000 يصبح لدينا 3 بالعشرة لتر. إذا الحجم 3 بالعشرة لتر، قسمنا 300 على 1000 فحصلنا على 3 عشرة لتر، وهذا يساوي عدد المولات التي لدينا، وهذا ما نريد معرفته أصلا، لأنه إذا حصلنا على عدد المولات فسنحصل ببساطة على عدد الغرامات. إذا هذا يساوي N في R. الآن الآر نتعامل مع اللترات والضغط الجوي، سنتعامل مع طبعا اللترات الضغط الجوي المول الكلفن هذه. إذا 82 في الألف، إنها على درجة حرارة 10 كلفن، أو آسف 10 سليسياس أو في المئوي، إذا هي 282 أو 83 كلفن. كل ما لدينا يجب أن نحله بالنسبة لN. إذا نقسم طرفي المعادلة على هذا الرقم، لذا لدينا N تساوي 12 ضغط جوي. أنا فقط أبادل الأرقام، ضرب 3 نقسم 3 في 10 نقسم على 82 في الألف ضرب 283، وهذا يساوي، الإجابة ستكون في المول، لأننا استخدمنا الثابت الذي تحتوي وحدته على اللتر والضغط الجوي والكلفن والمول هذا في الأسفل. وباستخدام الحاسبة سأضعها هنا، لدينا 12 ضرب 3 في 10 تقسيم 82 في الألف تقسيم 283، ويساوي 155 في الألف مول. رائع، 155 في الألف مول. الآن كم عدد الغرامات في مول واحد من الأكسجين؟ انتبهوا، في مول واحد من الأكسجين، إذا مول من الأكسجين 1 مول of أكسجين. حسنا، نعلم أن الكتلة الذرية للأكسجين تساوي 16، والجزيء الواحد من الأكسجين يتكون من ذرتين منه. إذا لدينا كتلة ذرية تساوي 32 غرام، وحدة كتلة ذرية. لدينا 32 غرام من الأكسجين لكل مول منه.
حسنا، نحن لا يوجد لدينا مول، لدينا 155 في الألف مول. إذا نضرب 32 غرام لكل مول، ضرب غرام لكل مول، نعم آسف، ضرب 155 في الألف مول، وسوف نحصل على إجابة باستخدام الحاسبة. إذا لدينا 32 ضرب 155 في الألف تساوي 94 في المئة غرام، نعم 94 في المئة غرام، أو تقريبا 5 غرامات. إذا لدينا تقريبا 5 غرامات من الأكسجين.